سؤالش واحد يكون سابسنت عدد ك يعني صلاة التراويح ذو وانتي تأكل العلماء ذو حقا ويسكو خلاف سنه لكن جماهير العلماء ذو واحد قبان إنني حد لهين أي مركا قبان جماهير العلماء ذو بل علماء قار واحد شكتين بين إجماعتهاي أي مركا شكتين قول مركا وحوي يعني آد وير أي وحوت المامية وحوي أنتو نبي وفعلها مستميي أي كؤكتهاي لقما بدين كرو نافرة مطلقة ولا رأي من كراه السنة سيد ديسان ويسكن مطلقة وأنا استقوا مركا وحوية قيام الليل كي قار كأنا هين لكن قيام الليل كو حكو قارية هاي يعني كوبية طبنكي أما أقب بضنا صدحية طبنكي أي كو قارية هاي وحين تاك بحسن قيام الليل كي ماءها فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم بان الله الراعي عضيني أي مركا بعض علماء كم إذا أي مرين وأنا سيد الشيخ الباني كنت تقين وقت إذا قاركونا كل سيدة وراعني فتوى ذا مركا الباني يعني وحوية وانا لقوي النقطي لكن وحوية سيدة الجمهور كل هدى إقرفي عن وكل أخيرا يعني سيدة جماهيرته أي مرين وهين نحددنين أي أخيرا مركا إلى قوة بضطي وانا مركا أي مدوى الشيخ الشرين إمام أبو حنيفة محويلي يعني ما أنت هذا البان أرانينا برنا متكلا أرانينا بوي أي مدوى أخوال كالدوان بيلهاي إمام أحمد واحد عظيم مركي يسأل مسأ إيش قار كود بال السوري دوري التمر رواية إنه كلي شر رواية للسوري تدبال للسوري دوري التمر رواية للسوري إمام الشافعي لب قول بولي قولان مسأ إيش قار كود قولان إنتو ويلو إنه كلا أرجحين مسأ إيش قار كود نوحولي قول جديدة هي قول قديم ولي هذا ما ركتا عمر بن الخطاب مسألة حلقة قصة بسنبا مركا اللي ويديو سيبو حكومة سورة دي بهذا مر لبعضه مسألة المشتركة أو مشتركة اللي يلهذ يعني مركا وحوية طبعا هذا مركا سكر وهذا الحكومة يا مركا سوى ساسة بريج هرا حكومته هذا على ما قضينا وهذا ما نقضي به الآن عمر بن الخطاب أرنا يا تاسوا سان وقت يكون حكومة هرا تنو تنو هذا يكون حكومة إنه مركا وارد هذا أرادوا إني مركا وحوية علماء مركا أخواش هذا مربى ميد مركا وحوية إنه دراجح ولم يغضو أما اجتهاداتك إسبدلان يعني وارد عضاء مركا علماء جماهيرته حيليهين يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحد أمشيغ واجرت فعلهان إنه السمائي لكن وحين تكبض إلا السمائي إنه بدعان نغنى أما حاران نغنى سماءها صلاة الليل مثنى مثنى صلاة أبين كلا تكنيا والله بالله برق عدود لبا لبا اللو تكنيا يعني وحوي وحد اللو مشيق فإذا خشي أحدكم الصبح يعني صلى واحدة توتر له ما قد صلى رقعد وتكنيا أو ترين يسوي حوري وتكدي مركا وحد وشيقي متشره حق وقتك أي حد السمي يعني حدكم مرة وحقوصة بصية اترضى رقعدها مرة وحقوصة بصية حق وقتك حق وقتك حد ما اللو يالي حدك اللو يالي وام حي يعني وحوي قرت لتكنيا وإن انتهي بينكي وأنا إنا عشك الضنبيساء وأنا إنا واجد الله عيسى لكه الرئيساء واجو أنت أنو دلاعين حقا وقتك وكحدد انتهي لكن حقا اضطرادا مركزا كما حددنا يعني وحانا مركا أقول كل يغفي عن صدى النبي السمية وصدى أفضل كأوي لكن سكة لدى إنا مركا يعني بدعانه غنى إساء ما وحلم بذا مركا وحاما أها يعني وحايا علماء قاركودا إلى دين صدى النبي السمية اضطرادا أوليمي إلا السمية أفضل وحيون غنى إساء روحي مركا وحوي النبي كوافقي الكمية والكيفية كمية ومحي وتردي أوتكذا الرقعدها أها كوبية طبنكا أما وحوي صدحية طبنكا يا كيفية ذا كيفية ومحي واسده أوتكذا النبي أوديري عليه الصلاة والسلام والنبي أدي أدو ديريني يصير ينقو مركا هذا يعني وقت غيرك قبحنا يا يعني مركا وحوية تسمع هو مركا وحوية سلادي سؤاد بي أوليري يعني وحوية قراءة دواليريني ركوع دواليريني اعتدال كواليريني سجود دواليريني قراءة دواليريني يعني وحوية صحابي النبي وكحرنا عليه الصلاة والسلام صلاة بكحرنا وحفر فرطيب لسورة البقرة صلاة الليل سورة البقرة وحفر وحان السليب لمركب بقلك قالوا آيات البقلات مركو قالوا ركوع يا من السري والصعدة وحان السري يعني السورة دو كنت كان ياي والله ما أنتوا كلا خيبي السورة دا أي نصنا رجعته هري كنت كان يا نصنا رجعته ضمبي وارد أفوا والصعدة
وحن سير رقعدة أيو كنتو كان أيها مركا وحن سورة البقرة وعندما هي سورة البقرة ولو تاغيها يا سورة النساء وفرفر طيب هذا العمران ودن بيسي سورة النساء وفرفر طيب مركا سورة يدن أدن بي سورة آل عمران بهذا فرفر طيب يدن وعندما هي مركا سورة كعيب هذا هو إمسا وشنشيس يلبا مقروي أي رجع عدا كريه النبي قلت أجن عليه الصلاة والسلام صحابي جو حيري وحن كهم يأرنحن أرنحه وحوي يعني أنا ما فريستو أما كتقو تاسن كهم بيجو تاسن كهم بي وحن النبي عليه الصلاة والسلام سمين شري يعني وحن شري قراءة ديس استاجي سائر ركوع ديس اعتدال كيس سائر سجود ديس قريبا من الصوا قارس كله ما ها قراءة انتو دريو إنه وحوي مركا يعني ركوع ضئيه اعتدال كي سجود إنه جاب جابن شري ماها الركوع ذو حي كله وانشر تاستاجة اعتدال كنا وح كله وانشر الركوع ذا لقته سيار ركوع ذي سجودنا وح كله وانشر تاعتدال كي صار سياه يمد كله قريبا من الصواب يعني مركا وحوي سيد وقفض قبضنا الشك ما لها إن يتهي سيد النبي السميع عليه الصلاة والسلام كمية وكيفية قف بعضك وافقه أفضل قصص لكن وحي الاهدين علماء هدي وحوي يقفكو آن ومركا السيد والنبي قول ديرين شراء آن وديرينين ما دام أين محدد أهين يعني حق مركا ركعاتك إن لقعوي له وركعاتك لبضيه أي مركا حالة النعاسة يعني نغانا يساميد مركا يعني مناسبة وانا السيد الرواية ذا القصو وريع علماء قاركود قوين أيان شيخ البان سوى الضعيفين أيان لكن علماء كلا قوي وحي تلمام يسار الرواية ذا إن الصحابة دي يعني مركا الرواية وحي الشيقي ساكوبية تمرق عدوين يتوكدين مركي وحوي عمر الشمعيي رواية كان وحي الشيقي سا إن اللباطن رق عدود يعني مركا إن يتوكدين أما صدح اللباطن أي مركا الشيقيس مركا بعض أهل العلم اللبطة هو الصحيحين أيان لكن الباني سوى الرواية ذا كانوا ضعيفين أيان يسوي اجتهاد كيسا تصحيح أي تضعيف كنا وأرن اجتهادي وي مركا وحوي وحي علماء قاركود إلى هدين إن مركا وحوي وحنا كل ضعيف يا شيخه إنه إلى هتنا محفوظة تنا الشادة يعني وحوي ما هالرجال كسور يا ضعيفة ماها وحنا ضعيفين يا وام حي رواية ذا بار رواية ذا خلاف صن مر هذي اللي بدر رواية خلافين نوالك الأرجحية علماء قاركود محيرين ترجيحه ومركا جمع السورة رواية والجمع واجب متى ما أمكن إلا فري الأخير نسخ بينا شمع هذو السورة قال يهولا شمعين كرو والله بحا لبوك لحنباري كرو إلا إلا هذا تناشى هذا تنا محفوظ تنو عاسي مركا وحوية ما إمان إيساي مركا وحوية العلماء إن بضني أي مران أو حوية ترجيح وحكوه الرئية شمعي قاكوه الرئية سيدا مركا قواعدة والويقان قل أصد وحيتي على كل حال سيدا النبي السمي وسيدا أغفي عن وي سيدا أغفي عن وي صلاة الليل كنا إنني محددة هين سيدا جماهير أهل العلم وغتقين علماء قارنا إجماع بالشيكتين إلا قول لسكوا فقصنا أي إن شاء الله أرجحه والله أعلم.